السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برحب بكم في قناتي، معكم هدير محمد. النهاردة ان شاء الله فيديو جديد هقول لكم على طريقة ازاي بنحط الشاشات النهاية على الفيديو بتاعنا في قناة اليوتيوب بكل سهولة. تابعوا معايا لحد الاخر، ان شاء الله تستفيدوا جدا من الفيديو دوت. اول حاجة هنفتح اليوتيوب، سواء من الكمبيوتر او من موبايل، هنفتحه لعرض باصدار سطح المكتب من 3 نقط اللي فوق من جوجل كروم بالشكل ده كده. هيفتح معانا بقى كده اكننا شغالين من كمبيوتر. لو انتوا شغالين من كمبيوتر او لابتوب هتفتحوا عادي اليوتيوب، هيطلع معاكم بالشكل ده. بعد كده نضغط على الصورة بتاعتنا، صورة القناة، وبعدين هنختار ثالث اختيار استوديو منشئ المحتوى، هيفتح معانا بالشكل ده. هنختار تاني واحدة اللي هي معرض الفيديوهات، هيفتح معانا دلوقتي بيحمل. هنفتح بقى الفيديو اللي احنا عايزين نحط له شاشة النهاية، هنعلم عليه كده، هيظهر لنا علامة القلم دي، هندوس عليها، هيفتح معانا بقى اعدادات الفيديو، هنلاقي في الجنب كده مكتوب شاشات النهاية، هنعلم عليها، يفتح لنا بالمنظر ده كده. بعد كده بقى نختار الفيديو او قائمة التشغيل من القائمة اللي هو جايبها لنا دي، اضافة عنصر. هختار مثلا فيديو، هيطلع لنا القائمة اللي عندنا كلها، هنختار منها الفيديو اللي احنا عايزين نحطه، ويفضل يكون مرتبط بالفيديو اللي احنا شغالين عليه. يعني مثلا هنا انا بشرح ازاي تعمل قائمة تشغيل، وحطيت معاها برضو الفيديو المرتبط بيها اللي هو شروحات، وحطيت برضو معاها اشتراك بتعلموا عليها، يطلع لكم لوجو القناة ده كده، بيبقى اشتراك في القناة، لما المشاهد يدوس عليها بيطلع له لوجو الاشتراك. وبعد كده نقول حفظ، كده احنا حفظنا الشاشة النهاية بتاعتنا. ودي كده الطريقة سهلة وبسيطة جدا. يا رب تكون واضحة معاكم، واي سؤال ليكم اكتبولي في التعليقات وانا هرد عليه. وهسيب لكم برضو في شاشات النهاية اللي انا هحطها في الفيديو دوت شروحات مفيدة، وازاي تعمل قوائم تشغيل، ان شاء الله تستفيدوا منها جدا. ويا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتم منه، وان شاء الله اقابلكم في فيديو جديد. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.